ساند الفنان السوري نصيف زيتون زميلته الفنان العراقي رحمة رياض بعد تعرضها لموجة من الانتقادات اللاذعة بسبب تواجدها ضمن لجنة تحكيم برنامج عراق آيدل إلى جانب زميليها سيف نبيل وحاتم العراقي، واعتبر البعض أن رحمة لا تملك الخبرة والسنوات الكافية في الساحة الفنية لتجلس على كرسي التحكيم بحسب تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وكان من بين التعليقات اللي وردت: هلأ رحمة رياض بدها تقيم العالم، ما لاقوا غير رحمة رياض، ما إلهن بالقصر من امبارح العصر، رحمة رياض وسيف نبيل هلأ صاروا حكام. إلا أنه الفنان نصيف زيتون كان إلهن بالمرصاد، وأكد أنه ما وصلت إليه اليوم الفنانة رحمة رياض من شهرة وجماهيرية لم يكن عن عبث، حيث أشاد برحمة وغرد على صفحته الرسمية عبر تويتر قائلا: تعبتي واجتهدتي وأصريتي على النجاح، مش من فراغ وصلتي للي وصلتي له، فخور فيكي صديقتي، الله معك دايما. بدورة أعربت الفنانة العراقية عن سعادتها بكلمات زميلة نصيف زيتون، حيث قامت بإعادة نشر التغريدة على صفحتها الرسمية عبر تويتر وعلقت عليها قائلة: شكرا يا صديق الراقي على كلامك اللي بيفرح القلب، وأنا دايما فخورة بنجاحاتك، كل التوفيق إلك يا فنان. تهنئة نصيف لرحمة حركت رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكتر، إذ اتصدرت الأخيرة الترند بالعراق من خلال هاشتاج كلنا رحمة رياض، ويلي تداولوا العديد والآلاف من المتابعين ومحبي رحمة رياض. يشار إلى أن رحمة رياض تستمر في حصد نجاح أغنيتها الجديدة أتحداكم اللي طرحتها منذ فترة، وبتتصدر المراتب الأولى بسباق الأغاني الجديدة.